هلا اذا نجينا حكينا هون هاي النقطه هي النقطه اللي فوق everything should gravitate towards the AR line فراح ينزل من هون فاحنا السيلينج فانكشن طلعتنا هون هلا بدنا نشوف كم iteration بدنا نعمل حتى ننزل نزول من هاي النقطه لهاي النقطه اللي موجوده هون حتى نعمل هيك راح ناخذ اول خطوه راح نيجي نقول اذا هاي راح اسميها INI هلا راح يجي عندي بي اي ان اي بلس 1 بتساوي لامدا ما تغيرت اللي ظلت قديش 0.4 مش هيك في 25.7 فبيطلع معي 0.4 25.7 قديش تطلع 10.2 باسنجرز اوكي هلا بدنا ناخذ 10.82 باسنجرز ونحسب اتش واس عليهم بناء عليهم فراح يصير عندي اس اذا بدك تسميها اني بلس 1 انيشال بلس 1 بدها تساوي هاي لساها 10 1 ناقص 1 1 على ان اللي هي ان 8 بس للقوه الان 10.28 بتساوي قديش تطلع اس 9.99 مضبوط هيك قديش كانت بالاول معنا 6.389 اول مره كانت 6 هلا عدد الطوابق 8 مش 10 اسف مضبوط هذه هون 8 شو بتطلع بناء على ال 8 5.89 واللي هي ستوبس وقديش كانت في المره اللي قبلها 6.1 تمام اذا نزلت حتى بس نطمئن انه عم نشتغل مضبوط و H initial plus 1 بدها تساوي N اللي هي 8 minus summation I بتساوي 1 ل 7 و I على 8 للقوة P اللي هي 10.28 قديش تطلع H إني إذا حد يقدر يعملها على الآلة الحاسبة 7.9 قديش كان المرة اللي قبلها كانت 7.7 لا منها 7.6 لازم تنزل طب اتاكدوا لي بالله هون مزبوط 8 مزبوط احنا عندنا 10.28 لما ينزل عدد باسنجرز المفروض تنزل اتش حتى الاس غير حتى الاس قديش الاس الصحيحه 5.97 طيب اتش 7.68 نزلت هيك بتكون نزلت طيب اذا بصير عندي هلا RTT initial plus 1 بدها تساوي راح يكون عندي 7.68 مضروبة ب 2 مضروبة في 4.5 على 1.6 زائد S plus 1 بتصير 6.97 مضروبة في شو كانت عندي هذيك 5 5 و 2.6 7.6 مضبوط زائد هلا الباسنجر صار عندي 10.28 مضروبة في 2.4 نحسب جواب مباشر .84 سكند واللي قبلها قديش كانت؟ هلا ما حد يجي يفكر هون يقول احنا قربنا على 120 راح انزل عدد المصاعد، ما بنزل عدد المصاعد. احنا بس عم نتحرك على الخط نازلين نزول من هون اذا حد يروح يرجع يراجع عدد المصاعد، عدد المصاعد خلص ثابت ما في، لو نزلت على المصاعد وين بتروح؟ ما حد يطلع يقول انا صار عندي 120 راح اقسم من جديد هلا على 30 واشوف، لا خلص انتهى هذا. احنا هلا بس عم نغير بي. عم ننزل في بي، اوكي؟ قديش اذا الانترفال الان صار عندي 120 0.84 على 5 120.84 على 5 24 قديش 24 هل صحيح انه بنزل بنزل لانه احنا عم ننزل هيك هون اذا عندي الانترفال الجديد صار 24.12 سكند طيب وبدي احسب كمان الهاندلنج كاباسيتي انا حسبت هاندلنج كاباسيتي هناك مش هيك 14 اللي هي كانت اتش سي بيرسنت 14 انيشال كانت 14% بالضبط 14 لا
بدي احسب الجديدة، الجديدة صارت هلا، لسه عندي 300 هون، الراوند تريب تايم صار 120.84، كل مرة عم بحمل 10.28 باسنجرز، وفي عندي خمس اليفيترز والبوبيليشن لساها 1000. قديش بيطلع ال HC؟ HC هذا إني بلس 1، إنيشال بلس 1. قديه؟ 12 ولا 11؟ 12.76%. فاحنا نزلنا منيح هلا هون، نزلنا. ايش الغلط عند، في شيء غلط؟ مزبوط. طيب 12.76 يعني تقريبا هلا هون اذا قلنا احنا نزلنا 24 ونزلنا تقريبا هون اقل شوي، فاحنا تقديرا في هاي المنطقه. فهي اول اتريشن نزلتنا هيك. نعمل اتريشن واحده ثانيه بالامتحان، بطلب منكم تنتين او ثلاثه، نعمل كمان اتريشن. اذا احنا هلا هون، هلا شو راح يصير عندي؟ بكتشف، بقول انا بما انه الانترفال عندي 24 اقل من 25 اللي انا كنت حاسبها هون، معناها الباسنجر لسه اقل من 10.28. فباسنجرز هلا كان هون باسنجرز انيشال، انيشال بلس 1، هلا بصير باسنجرز انيشال بلس هتساوي 0.4 مضروبة في الانترفال الجديد اللي هو 24.12. اختلاف بسيط، بس معلش نعمل هاي الاختلاف هون. فراح ينزل عدد الباسنجرز الآن، يصير بدل 10.28 9.65 باسنجرز. وراح نرد نحسب الآن بناء عليه، راح أحسب الاس الجديدة والاتش اتش الجديدة. فاس انيشال بلس 2 بتساوي 8 في 1 ناقص 1 ناقص 1 على 8 للقوة 9.65، و H H initial plus 2 تساوي 8 minus I من 1 ل 7 I على 8 بس مرفوع على القوة 9.65. قديش S بتطلع؟ 5.79، وكانت أول 5.97 نزلت ل 5.79، فمنطقي. و H وقديش كانت؟ لاحظوا الاختلاف بسيط جدا هون، 7.68 7.65. ففعليا ما راح تعمل كمان iteration، ما اظن راح تستاهل. نحسب هلا هدول، صار عندي هلا 7.65 مضروبه في 4.5 على 1.6 زائد 5.79 يعني 6.79 مضروبه في 7.6 زائد 9.65 passengers مضروبين في 2.4. راح يطلع معي الراوند تريب تايم الجديد، المفروض يكون اقل من 120.84. وهذا طبعا راوند تريب تايم انيشال بلس 2. 117.12. نفس الشيء هون، ما يجيك التمبتيشن انك ايش تعمل؟ ما بصير، ما بصير، خلص احنا بس عم ننتقل عمالنا هون، اذا رحت نقلت عدد المصاعد رح يصير غلط. 117.12 اذا رح يصير عندي الان انترفال انيشال بلس 2 بيساوي 117.12 على 5 23.42 والهاندي كاباسيتي انيشال بلس 2 بتصير عندي 300 على 117.12 في 9.65 في 5 على 1000 12.35. احنا الان انتقلنا تقريبا، يعني صعب اني ارسمها هون بس تقريبا بهذه الحدود احنا الان هون. هاي صارت عندي هاي النقطة هلا هون بالهذا probably 3 or 4 iterations بالحاسوب تكون كافية. هون it's too much، رح نضيع وقت كتير نضل نكمل فيها. بالنهاية رح تعمل convergence.
رح تعمل كونفرجنس وراح تنزل بالضبط ل 12% في رقم رح يوصل عندي هذا بالضبط 12%. هلا انت بالبرنامج شو بدك تعمل؟ شو كنتوا تعملوا بالكونفرجنس؟ مش حطوا كنتوا تحطوا كونفرجنس كرايتيريا؟ ممكن تحط الكونفرجنس كرايتيريا على بي، وممكن تحط الكونفرجنس كرايتيريا على الانترفال، على الراوند تريب تايم زي ما بدك. ممكن تقول اذا الراوند تريب تايم صارت تتغير باقل من 0.01 سكند او 0.1 اوف سكند 10 ثانيه، خلص بعتبر اني عملت كونفرجنس. او اذا بي صار يتغير باقل من، يمكن احسن نحط الكونفرجنس كرايتيريا على الراوند تريب تايم مش على الباسنجرز، بدها منطق اكثر. قول الباسنجر مثلا 0.1 اوف باسنجر او شيء زي هيك، بيطلع معنا الرقم في النهايه. هذا راح يضرب على الخط اللي موجود هون، راح يعمل كونفرجنس. هذا هو الرقم اللي احنا بنعمل له ريبورتنج. نعم. فاول شيء سؤال، لو انا عندي جرافيكال ميثود 100% مرسوم، صح هذا الخط على ال لينير؟ لا لا لا، هاي احد الاشياء حاولنا نعملها. يعني ما فكرنا، لا لا فكرنا، انا جيت فكرت قلت للطلاب خلينا نعمل طريقه بدل ما اعمل اتريشنز. هاي افترض انه هذا بمر في الاوريجن، واذا عرفت انه بمر نقطه هون ونقطه هون، صار عندي نقطتين لخط مستقيم، شو بقدر اطلع مباشره؟ طلع النقطه هاي. انت اصلا هلا ممكن تعمل، ممكن تقديرا تقريبا تعتبر صار عندك نقطتين هون بالفتره هاي تقريبا خط مستقيم، فبامكانك اذا عارف النقطه هاي وعارف النقطه هاي، شو هم النقطتين اللي عارفينهم؟ ال14 و12.76. من هذول الرقمين بامكانك ترسم خط مستقيم بمر وتطلع قيمته هون، تقريبا بتزبط، ما بيطلعش يعني الخطا بسيط جدا، بامكانك تعملها زي هيك اذا بدك. حد بحب يعمل